السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير ويا هلا بكم حبايبي ونور عيوني في قناتي. بس بالبداية إذا ما كنتم مشتركين معي لا تنسوا تشتركوا في قناتي. اليوم أخذت هذا الخضار الطازة من القرية. هنا الباذنجان كيلو تقريبا، الثوم نص كيلو تقريبا أو أقل من نص كيلو، بس هذا اللي كان تقريبا باقي. احنا كثير بنستخدمه وما نستغنى عنه تقريبا بولا وصفة. هنا الفلفل الأخضر كمان تعرفوا ما نستغنى عنه أكيد بكل الوصفات. هنا الزنجبيل في الشتاء ما نستغنى عنه، لأني أنا أبدا ما أستغنى عنه لأني أكون مطمئنة لما يكون معايا في البيت. علاج طبيعي تعرفوا الأطفال لما يمرضوا على طول قهوة بالزنجبيل أو حليب دافي بالزنجبيل. هنا هذا اللفت أو الشلغم، إحنا نسميه شلجم. هذا برضو يعني يحبه الأطفال. هنا البطاطس أولادي كثير يحبوه، مرة طازة ما شاء الله. هنا الطماطم هذه الأيام سعره مرة مرتفع عندنا، بس هذه الخضروات حبيت أوريكم هي، إن شاء الله نستمر عليها تقريبا أسبوعين تكفينا إن شاء الله. هنا قاعدة أروح بيت عمتي بصور لكم وأنا ماشية في الطريق، قلت أوريكم الطريق. هذه غرفة ضيوفهم، البيضة اللي بابا مفتوح. هنا مدخل البيت، أسف الكاميرا كتير بتهز بس كنت ماشي وبصور لكم. هنا مكان ما يطبخوا، هذا تنورهم. مساحة بيتهم ما شاء الله كتير شاسعة، المساحة متعرفوا في بيوت القرى مرة تكون وسيعة. هذه غرفتهم اللي يجلسوا فيها استخدموها. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لنا لقاء.